هل تم احتوائه؟ نعم، في الحقيقة المعلومات الانتظار تحدثت عن سيارة وعن اشتباكات وكل ذلك، ولكن المعلومات المؤكدة مؤخرا تبين أن ما حصل هو وجود عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير مسبقا وموضوعة على الطريق المتحلق الجنوبي تحديدا بين جسر اللوان وجسر كفرسوسة، وقد تم اكتشافها من قبل الجهات الأمنية المختصة قبل نعم. تفجير تلك العبوة أو استهداف أي من النقاط العسكرية القريبة التي كانت معدة لاستهدافها في تلك المنطقة. الجهات الأمنية نقلت العبوة إلى منطقة ترابية بالقرب من هذا الاستيراد، وهي من قام بتفجيرها في تلك الأرض الترابية منعا من وقوع أي ضحايا أو إصابات أو أضرار مادية حتى. وبالتالي تم تفجير العبوة في تلك المنطقة وملاحقة من وضع تلك العبوة حتى الآن، واكتشاف عبوة أخرى تم تفكيكها دون أن يتم الحاجة لتفجير تلك العبوة كما الأولى. وبالتالي لا يوجد أي إصابات أو أضرار مادية ولا حتى ضحايا كما تناقلت بعض الأخبار يعني بسبب وجود تلك فقط العبوة. أتأكد منك محمد من أنه لم يخلف هذا الانفجار أي قتلى وجرحى. نعم، بالفعل لم يخلف اي قتلى ولا اي جرحى ولا حتى اضرار ماديه، حيث نقلت العبوه الى مكان هي ارض نعم. ترابيه بارزه لا يوجد هناك اي مدنيين، وبالتالي لم تؤثر على اي شيء في المحيط. نعم محمد، شكرا جزيلا على هذه المعلومات. مراسلنا من دمشق محمد طوالبة كنت معنا عبر الهاتف. إذن لم يخلف الانفجار أي قتلى أو جرحى في صفوف المدنيين.